بمشاركة فاعلين سياسيين واقتصاديين من 25 بلداً إفريقياً، يتجدد اللقاء في القمة الإفريقية الثالثة للتجارة والاستثمار المندرجة في إطار منتدى إفران تحت شعار التنمية المستدامة لخدمة إفريقيا النهضة. المشاركون في هذا المنتدى المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يناقشون على مدى يومين عدداً من القضايا ذات الصلة بالتعاون والتبادلات الإفريقية وتحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة. اخترنا أن نجعل من هذا المنتدى قمة للعمل وليس منتدى للوعود، واليوم نسير قدما لتحقيق الأهداف المسطرة، وقد وجهنا البرنامج بأكمله لمتابعة ما تم إطلاقه في دورة سنة 2017 التي توجت بإعلان إفران. هذه القمة التي يحضرها نحو 100 متدخل من إفريقيا وباقي دول العالم هي وليدة إرادة لخلق فضاء للحوار والتبادلات بين الفاعلين الأفارقة والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحرير القدرات والطاقات الإفريقية. الإفران فورم هو إيفينمون إكستريمون إمبورتون. منتدى إفران حدث هام جدا بالنسبة لإفريقيا، فهو يتيح الفرصة للقاء والتعارف بين مهنيين من قطاعات مختلفة، والدورة الثالثة من هذا المنتدى تشكل فرصة للقاء بين مستثمرين ومنتجين والتبادل والنقاش بشأن أفضل الوسائل الكفيلة بتطوير القارة الإفريقية. منظم هذا المنتدى يطمحون إلى بناء نموذج للتعاون بين البلدان الإفريقية المعنية وتشجيع النمو الاقتصادي بالقارة، إضافة إلى تعزيز مكانة منتدى إفران كفضاء للحوار والنقاش بين الخبراء والمتدخلين الاقتصاديين والسياسيين الأفارقة وجعله ضمن أجندة التظاهرات الاقتصادية الكبرى بإفريقيا. المنتدى يبحث 4 محاور تشكل اليوم رهانات كبرى للقارة، وهي الصناعة والطاقات والسياحة والبنية التحتية، إضافة إلى 3 لقاءات جانبية.